أحياناً وإنت ماشي في الشارع عينيك بتزغلل من كتر يافطة مطلوب آنسة للعمل، وتقول فين أيام زمان كان الرجالة هي اللي بتشتغل والستات في البيوت أو على الأقل زباين. لكن لو عرفت التوظيف زمان كان عامل إزاي مش هتحب خالص إنك ترجع لورا وهتكمل تدوير. إحنا دلوقتي سنة 1939 والعالم خلاص على أعتاب الحرب العالمية الثانية، مع استدعاء عدد كبير من الناس للخدمة العسكرية كان لازم العالم يفكر مين هيعوض نقص العمالة. وفعلاً بدأت الجيوش اللي دخل الحرب العالمية الثانية في رصد القرى والمدن اللي خسرت عمالها بسبب انضمامهم للجيش، وبدأت تعلن عن الوظائف الخالية. كانت ببساطة إعلان مباشر وصريح في الجورنال عن وظيفة ليها مؤهلات محددة، ودي كانت بداية توسع نشاط المرأة في معظم الوظائف على نطاق دولي. ببساطة العالم اضطر فنزلت الستات لسوق العمل. يعني معنى كده إن المقابلات الشخصية والسي في والكلام ده الحرب العالمية هي اللي طلعتهم على السطح ودخلتنا في الدوامة دي. سنة 1482 كتب ليوناردو دافنشي أول سيرة ذاتية احترافية في التاريخ، لما قرر إنه يراسل حاكم ميلانو علشان يطلب شغل، وفي الخطاب استعرضوا بطلاقة مهاراته وقدراته. في النهاية خليك عارف يا صديقي إن كلما تجتهد الفرص هتجيلك أكتر.